عامر عمامي حلوة يلا يا شباب. أول أهداف منتخبنا الوطني عن طريق مهند العنزي، جول إماراتي مع الدقائق الأولى في الدقيقة 16. مهند العنزي بيسجل لمنتخبنا الوطني هدف جميل يعلن عن فرحة شباب الإمارات في اللقطة الماضية، صناعة عامر عبد الرحمن ووضعها مهند العنزي في المرمى ليعلن عن أول أهدافنا في مباراة الليلة. أول ما هو بتالي بإذن الله، هذا البادي، هذا أول بادي لمنتخبنا، وإن شاء الله الأهداف تأتي تبان. العنزي بيحطها، بذكرنا بذكريات حمدون، بذكريات خليل غانم، بذكريات حسن السهيل، بذكريات مدافعين كثر. عامر أمامية حلوة لعلي مبخوت، علي بلعبها الكرة أمام المرمى ولكنها بتعود مرة ثانية. الثاني علي مبخوت، الثاني لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 22. علي بيحطها في المرمى. أعطني مبخوت وارمني في البحر، أعطني علي وعقني بحر، ما عندي مشكلة. علي مبخوت الآن يسجل الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني، أيضا الصناعة من عامر عبد الرحمن، تو أسيست لعمر، لعامر يصنع هدفين، الماليزي يخطب على ذلك ومبخوت يضعها في المرمى. اثنين ولسه باقي، اثنين ولسه فيها بإذن الله. هنا علي مبخوت يسجل لمنتخبنا الوطني الهدف الثاني الآن. علي مر في الأولى طالت عليه، حصلها حارس المرمى ولكن سقطت من يد حارس المرمى، ومن أهم سمات المهاجم المتابعة يعلن الوطني عن تقدمه بهدفين والبحث عن الهدف الثالث. كرة ملعوبة، عموري 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 بالأول، كرة أمام المرمى، أبيضنا يستعرض، أبيضنا يسيطر، أبيضنا يضرب بالثلاثة، يرتدي اللون الأحمر وعينه حمراء الإماراتي. يا سلام يا عموري ويا سلام يا خليل، ومنتخبنا يسجل الثالث الآن، صناعة من عمر وخليل يضعها في المرمى، معلنا عن هدف ثالث لمنتخبنا الوطني. حالة من التنوع، حالة من الإبداع، حالة من الصناعة المميزة، حالة من عندي خليل، عندي وليد، عندي هالأسماء. يا سلام، أطمع ونص، أطمع ونص، هو الرابع، هو الرابع، يلا يا حبيب، يا سلام، الرابع من رقم أربعة، والأبيض يبغيها شبه، شبه، الله عليك على كعب، الله عليك على صناعة، الله عليك يا حبيب، حطها في المرمى وأعلن الرابع لمنتخبنا الوطني. على بداية، على عاصفة، مهب ترابية، لا عاصفة إماراتية، عاصفة جميلة. هذه انطلاقتك يا الأبيض الليلة، هذه انطلاقتك يا منتخبنا الليلة. سير سير الله معك، سير سير الله معك. خيرول ايش رايك اسماعيل احمد الان، تجهيز اسماعيل احمد لمشاركه الدولي عباس، ما راح يقدر يكمل المباراه. عالي اماراتي الخامس، الله اماراتي بالخمسه في اقل من نصف ساعه، ما كمل عشر ثواني، بن سليمات اللي جته التحيه من منتخب الامارات بالخامس عن طريق خليل. خمسة خمسة، وعامر يصنع هاتريك للصناعة، ثنائية لخليل والحارس البديل، الله يعينه الله يعينه. منتخبنا في يومه، منتخبنا في ليلته، وطاب ليلك يا إماراتي، وطابت أمسيتك يا إماراتي. 5-0، ايش بتسوي؟ لا خلوهم يشاركون بحارسين عادي. يا عموري بيلعبها الكرة أمام المرمى، استعرض يا إماراتي وتفنن يا إماراتي، أنت من تحمل راياتي.
ستة الإمارات بإذن الله تقربنا لروسيا، لعلي موسكو، للدولة الباردة. هنا منتخبنا حامي، عموري يصنع الثالث ومبخوت يسجل الثنائية. يا سلام، عموري يرد على عامر ومبخوت يرد على خليل، وجمهور الإمارات يردد يا أبيضنا ما أروعك، يا أبيضنا ما أجملك، يا منتخبنا سير سير الله معك. سيعاد يبغي لهم ميحد الآن يعلق على دبي الرياضية. كرة حلوة لمنتخبنا الوطني، أدفانتج موجود، والماليزي ما له أدفانتج، استعرض يا الإمارات، كرة أمام المرمى، سفن والإماراتي أب، سفن والإماراتي أب، سبعة مقابل شيء. عمور يصنع الرابع ومحمد أحمد يسجل السابع، سبعة مقابل لا شيء. يزيكم يا عيال زايد، يزيكم يا شباب، سبعة مقابل لا شيء لمنتخبنا الوطني. حلم ولا علم على هذا الإبداع، على هذا الإبهار، على هذه المتعة. الإماراتي يسجل السابع، والإماراتي أب، سفن أب، سبعة إماراتية في مرمى ماليزيا في شوط المباراة الأول. لسه الشوط فيه وقت، لسه عندنا خمس دقائق، نبغي الثامن. الله يعينك أنت يا 12. هذا أحمد بن بكري يقول بكير يا الإماراتيين، سبعة الآن، لسه سبعة أهداف مقابل لا شيء لمنتخبنا الوطني والقائد.